وإذا في ماشي لفهلة نزتي نقفها ميسي 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 والجون جا جانا ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق ليه؟ أنا جابر يا كبير. أنا نايم يا جابر نايم أنا نايم. بس دي أمر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيب. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد قلت لك بعدين يا أخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى. ده أنا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش. قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش. ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن. ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ انت راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت انا السنة اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجالة سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزة وقال لي ايه حاجة غريبة قوي قوي قوي. ايه حاجة غريبة قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنة خزنة قديمة قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده. وبعدين وهم بينفضوا الخزنة كان عليها تراب ياما. التراب ده دخل في نقاشيشي قوم ايه عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه بليز بليز اثر فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي انده الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي. وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي كوكي. دي القيامه قامت يا اولاد. وان كوكي ده اسم بلدي قوي انا معاكو. بص خلي ده من نصيبك انت يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. ايوه وده باسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله وعرفت كيف سوبر باور. ولسه الله يخرب مطنك يا كبير ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى هيكون ايه يعني ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد هنفتحه كيف ده وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا. وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه. ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول. مش في لغز على الصندوق؟ ايوه 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. فينك صاحي عليه هات يا عم.
تمن نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسيوا الأساس. قالوا له الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط نقط وخطوط بس أنا فهمت. إيه؟ ده سحر. سحر كيف؟ سحر ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي؟ معروفة الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط إيه وكروت إيه يا هتير أنت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه وعمره ما حيسيبه إلا ما يتفك العمل من عليه وساعتها يتفتح عادي جدا. أنت هتلبسينا ليه يا ولية اللي نتلبس على آخر الليل؟ الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد سمحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقولي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها ما عندك كسب كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق. أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسوا الأساس. دلول الأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكه السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرين اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص أمشور المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو. نعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطة معينة، والنقطة دي ممكن تكون في حتة يعني مش قلق قوي. أنا مش ممكن أشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني. إيه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب دي؟ هو الشيخ شديد ده متأخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمة ولا حاجة. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولا ايه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهت كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده جدي الكبير خالص وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط.
الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف قول اللغز بيقول إيه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. أنت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود، حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه، وحنعرفه كيف. نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده بينا يبقى مرار طافع. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. ها يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، مفيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطلعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العموله بتاعتي، انا باخد 10%. مسافه السكه والفلوس هتكون عنديك. بس انت متاكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعه 12 ها يا بنت؟ الساعه 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي
امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي هذا الحكم بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال... هاي الاخبار زي الزفت. على فكرة بقى انا توصلت لحاجة، مش خط التقاطع ده كان مودين على نقطة؟ النقطة دي هي نقطة الشرطة. وانت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش بكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت الحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصهم. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك علي يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب، مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاماً من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيدي جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي، وانا اخد الاثنين جنيه ذهب. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحلف اللي ناقصه. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أيوة سيدي يا جون. وجه الكرام معنا اليوم. سيدي يا جون، الظاهر في حاجة مهمة. السفير ديفيد ماك. أي أدور ذا فيلم، سوى شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني، سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه عمدة؟ يعني like حبة حلوين. اوكي الحبه الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي كم اون. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمده؟ نسيت ان العمده ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته واتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت مان. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس؟ ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزرطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه.
اوكي. طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا نداري كده. سو هوت. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطل يا جوني. اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل جول مش كده؟ الفكره دي جامده جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن مين. بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه، ادينهم سبوع على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني تعالى توماس، بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة أنا عاجبني اللوجو الأولاني. بس اللوجو الأولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش التاني أحسن بكتير على فكرة. إيه ده؟ أنتوا مالكوا؟ أنت طلعت بره الموضوع خالص، وأنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنا صاحب القناة. انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، احنا ممكن ندمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم اللي عطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك. أنت جهاد فوق. أنتوا أقول إيه؟ يعني ما نمكش تعترف؟ عليا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، نورت المخزن. عفوا عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مش شويه عيقل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه حيموت طلع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس. ما تخافش انا مش هزيك. أنا لو عاوز أذيك هأذيك، أنا مش عاوز، أنت عاوز؟ أحب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين، قول يا أدرس. أقول إيه؟ الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس أقول إيه وأنا أقول على طول. باه، وأنت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. أنا أقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حادة بقى لهم شوي، إيه هي؟ حادة؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جت على المية وجو المصايف يا هدرس فزاع. عمر جلابك. اقول 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 قناة سيدوني هيعملوا قناة عتاجي على التلفزيون. قناة ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده، ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتك دي عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك يا أشرف. أمر يا كبير. أعمل الصح. تأمر يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناة أعمل لي عشرة. يعني هنعمل إيه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. أمر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. أؤمر يا كبير. أنا عاوز أطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ أمثل كيف يا جاموسة؟ ما تستغباش. أنا عاوز يبقى لي قناة كيف القنوات اللي بتاجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناه هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها تشوفها. حق هادي يا بسيوني لو عملتها
هيبقى ليك الحلاوه. عيب يا كبير، ده انا بسيوني سات اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصره الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكثيره، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم كتمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطه. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينة قوي بصراحة. بصي انت خفة شوكلت وعصبية بجد؟ لا حاجة تانية. ايه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عوايده. تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ود ابوي، يا عيني عليك. عمال يحرت في مية ما داريش باللي هيحصله لما تنزل القناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح. اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قول لي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، أنا عايز أبقى أنا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشطاط. النهاردة يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مزاريطة تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطة. ايه؟ عيد. مش عيد تاني، مش عيد تاني. مش هتديني أداء، أنا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من برة. إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب أوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، و
بيض وملح بيدوب في نص كوبايه ميه دافيه والدقيق وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير ميه؟ نقول المقادير مره تانيه. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دافيهات العالم لخطوط الموضه لعام 2010. الا هي الطنطه يا دي يا زوين، ده شكله ده كاس العالم للمقتبيه. طب خلص خلص قبل يلمك. Loving this. Awesome. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. Awesome. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, Mom uses her zygodactyl feet, that means two toes facing forward and two facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم! يمين بالله العيال دي لوزرز! أكبر لوزرز يا كبير! هي العيال دي هتيرة ولا إيه؟ عاملين برنامج عن السحالي والإبراص! دول مالين البلد، إحنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب! لا ولا البت أشلي جايبالك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة. بس ما تقوليش نسوين. على رأيك يا كبير. هي دي نسوين. فين الست إليسا والست هياتم وال شوفي عم يعملوا كيف نجح. شوفي شوفي. على فكرة دي مسروقة. مسروقة منين؟ بنت ماي رايت. اللي هو أنا ده؟ بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عمال يعمل الديل. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي يا... ليه؟ ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكرة البرنامج، إن احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الأحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي أهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. إن مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديته الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1 إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر يا ساتر، انت تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيون في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. امر جنابك. عاوزك اول ما الليل يليل، ما احنا بالليل أول ما الناس تنام ارتحت كده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا بروشور. أنا عاوز أول ما الناس تصحى الصبح تلقى إعلانات قناة الكبير مغرقة كل مكان. أمن الجنابة هيحصل يا كبير. فزاع. طير أنت.
كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تظبطك تقلبها نعبطك. العجل فات امه؟ ايه ده؟ ده كمان كاتب فوق كي 1 كي 1 كي 1 يعني ايه؟ قيادة الكبير 1 كي 4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبه. لا 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 اوعى تقول لي ان ده علاقه خناقه، ده اخره اعلان دروس تقويه، رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زباله، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود ملوش ستايل، قالوا وانا بي زي وزي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني، طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. اوكي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اها تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تظبطك اها تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم، انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راستا زي، مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف ايه ده؟ تفتكر الكبير كان عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانه اكيد. اكيد يعني يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك، لا ريلي اشتقت اليك متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كر سهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ أكيد مش هجيب منى شاذلي. شور. يعني بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتوعه. أشرف. أشرف. وياخد أشرف بقى يعمل بيه برنامج أشرف حول العالم. كل يوم مغامرة في غيط شكل. يعني مرة غيط مانجا، مرة غيط موز، مرة غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناة. حصري حصري، بقت موضة أصلها. ده إحنا هنشوف أيام. ضحك جدا. بس تعرف يا معلم؟ إحنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان إحنا من جوه طيبين بجد. وكيوت حقيقي يعني. سبحان الله ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك الاتنين تين بس. ايوه يا حاج عويس، انا خلصت الورق كله مع المحامي ما نقصش غير على الامبر. يا كبير يا كبير. لا احنا قلنا متر الارض ب 400 جنيه. يا كبير اسمع، انت عارف انت مقامك كبير، انت عارف انت مقامك كبير عندي قد ايه؟ اسمعني، انت زي المرحوم ابويا الله يرحمه. شوف انت جيب الرجاله وتعالى نقعد قاعده حلوه كده يوم الخميس وان شاء الله اللي فيه خير حيقدم ربنا يعني. ما سلام عليكم يا كبير. بقى انا بكلم الراجل اللي هيشتري مني الارض اللي طلعان عين امي عشان اعرف ابيع، وانت عم تطلطيلي كف القرده عايزه ايه؟ حزر فزر سمي مين اللي جاي النهارده؟ هيكون مين يعني؟ سانتا كلوز؟ الحجه سمنته. الحجه سمنته؟ مين الحجه سمنته؟ بقي معقول ما عرفها شيء؟ لا يعني متذكر الاسم بس مش مركب على شكل. الحجه سمنته يا كبير امك. امي؟ ده باين المرار هيبقى طافح صح. استر يا رب استر يا رب. في حاجة يا كبير؟ وانت مالك يا راجل انت؟ لا اصلا انا شايفك مش على بعضك. باه واللي باين علي قلقان للدرجة دي؟ ما تقلقش يا كبير، الست سمنتة دي زي العسل. باه تعرفها منين يا راجل انت؟ شفتها فين قبل كده؟ ما شفتهاش يا كبير، انا عارفها من كلام الكبير قوي عنها، كان بيقول عليها واحدة ست زي الكريمة اللباني قشطة. هي مين دي اللي زي القشطة يا راجل يا خرفان انت؟ انا مش صالح يا كبير، الكبير قوي هو اللي كان بيقولك ده. ايوه قاعد الفكرة في الراجل عشان ميت، عندي منين دلوك اخفى من وشي. طيب انا روح عند الناس الطيبين دول. تعال يا سام. هو ده الدوار يا ستي،
يس اي نو ات، بس انا عجبني الستايل الجديد اللي عملتوه فيه. انتوا ناويين تعملوا تشاينيز كورنر وجابانيز كورنر فوق؟ نايس ايديا، انا ما فكرتش في كده بصراحه. احنا دلوقتي قاسمين نصين، نصي انا والنص بتاع الكبير ده بقى يبقى سيبني انا هعرف الكبير لوحدي. اوكي انت الكبير. ايه الحلاوه والطول ده؟ انبيليفبل، يو ريلي سو هانسم. مش ده يا سام اللي بعديه؟ اوكي انت امور برضو، انا ما كنتش بجاملك. ابني هاو كيوت يو ار، كيوتي يوتي. احلويت كده ازاي يا جماعه؟ مش هتصدقوا، ده كان نازل ابشع طفل في الحياه بشنب وحواجب. But I like your new style of شنب and حواجب. Oh thank you God, thank you so much. حققت لي الأمنية دي، أنا ما كنتش فاكرة إني هشوفه طول عمري. إزيك يا حبيبي؟ إيه ده، هو ما بيكلمش ولا إيه؟ هو في حاجة؟ لا يا سام، ده بيجعر بس تلاقي بطاريته فديت ولا حاجة. ومين الحلوة دي؟ دي مراته هدية. آه هدية، ازيك؟ ايه اخباراتك؟ الحمد لله يا حماتي. No way جابر، I miss you so much. انت عجزت ولا ايه؟ تصوروا يا جماعة، هو اللي شاهد على جوازي من الكبير قوي. سام I miss you. Ashley darling gorgeous. مزاريتا did you so well. بس ايه الحبوب اللي طالعالك في وشك دي؟ سام انت برضو؟ هو انت وراه على طول على طول؟ يا جماعة مش هتصدقوا، حتى في امريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت. جوني كام داون سام، كام داون، دي طبيعة بني ادم، هو لازق بطبيعته. بهزر معاك بهزر. يلا بينا نطلع الاوضه تاخدي شاور بتاعك. يلا اطلعي اوضتي. جابر خد شرطها وطلعها اوضتي. اوضتك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك. بصي الستايل هنا عامل ازاي وبصي الستايل عندهم عامل ازاي. لا انا عايزه اطلع اوضتي الكبير قوي. لا اوضتي الكبير قوي لا. ايه ده بيتكلم اهو. محدش هيبيت في اوضتي الكبير قوي واصل. جزره وقطمها جحش. انا مش اي حد، انا كنت مراته ومامتك انت كمان. أنا قصدي يعني علشان الأوضة مقفولة بقالها فترة، ممكن تكون مكمكمة. أوكي هفتحها وحنام فيها. جابر من فضلك طلع الشنط على فوق. سييا سييو والله العظيم منورانا. ثانك يو فيري ماتش. مد يدك ما تنكسفيش، ايدينا اللي طبخة بيدي. طب أنا بس عندي سؤال صغير قد كده، إيه البتاع الأخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخية بالتقلية. طب ايه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التقلية. بصي سيبك من الملوخية والحاجات دي، خش بشربة الكوارع دي وانت هتدعيلي. شربة ايه؟ الكوارع. يعني ايه كوارع؟ يعني رجلين العجل. ايه الحاجات الغريبة اللي بتاكلوها دي؟ طيب نستأذن احنا بقى، فضل. تستأذنوا رايحين فين؟ انتوا مش هتاكلوا معانا ولا ايه؟ ياكلوا معانا كيف يعني؟ عندهم البيوت يروحوا يتنيلوا ياكلوا فيها. لا لازم ياكلوا معانا. اقعد يا جابر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وانت اسمك ايه؟ خدامك فزاع. تعالى يا فزاع اقعد هنا جنبي. اقعد يا كبير. بتسأل مين؟ انا لما اقول تقعد جنبي يعني تقعد جنبي على طول. امر جنابك. تاكلي ملوخيه ولا كوارع ولا جيب لك كشك؟ لا انا هاكل من الحاجه دي اللي عند الكبير دي. فراخ يا كبير؟ ايوه فراخ. امال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي. ايه ده، انت هتجيبها بايدك؟ ولا اجيبها برجلي؟ انت محدش علمك تاكل ازاي ولا ايه؟ امال عايش كيف لحد دلوقتي؟ عطيني توز. علمك تاكل بايدك؟ امال ربنا خلق لي يدين ليه؟ ما عشان اطش بيهم واكل بيهم. اللي بياكل بايده ده مش بني ادم، ده حيوان. اسمع يا ست انتي، انا ماسك نفسي عنك بالعافيه
قسما بالله ده يا حيوان يا قليل الادب يا مش متربي. ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ انا مامتك ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام، فاهم؟ ما هو يعني ما هو يا ولد، ما انا طول عمري عم باكل بيدي عشان حيوان. من هنا ورايح لازم هتاكل بالشوكة والسكين. ما عارف زي تتعلم بعد ما شافوا ده الكتاب. هتكبر عليا ولا ايه يا ولد؟ انا قلت خلاص من هنا ورايح الاكل بالشوكة والسكينة، فاهم؟ ده ظلم، وعلى فكرة انا ما صفحش. اقدح يا حماتي، تقومه من على الوكل زعلان. احسن، ما هو لما يقرص الجوع هيجي ياكل لوحده. حجي حجي سمنتي، هي راحت فين دي؟ هي مين يا كبير؟ امي. الحجة سمنتي. والدة جنابك طلعت من نجمة، راحت تعمل كروزة في البلد. وكيف تعملها تطلع لحالها يا جحش انت؟ الضاي ما جنابك قلت لي مبارح ما هوبتنا وحيها واصل. برضه قل لي ما جنابك كنت نعسان. صحيني يا فكاكة يا منجم من الفضايح يا رب. تعال ادله تكون بتاخد تان على الترعه. هتاخده من على الترعه ليه؟ ما كنت بعتت لي جبت لها يا جحش. تان ده يعني لون برونزاج، عيده له زيت ويتميس. تعال يا ولد. اهدى، البلد اجازه النهارده ولا ايه؟ لا يا كبير. امال الناس راحت فين؟ سلام عليكم. وعندك واحد شاي وصلحه. هاي كوكي. بلاش كوكي دي ليه يعني؟ انت ماي بيبي بدلعك. معلاش معلاش، نبقى نتكلم في البيت. يلا قومي. نتكلم هنا؟ انا مش هروح دلوقتي. احب على يدك، ما ينفعش القعده دي. ليه يعني؟ المكان ده بيقعد فيه رجاله بس، ما بتقعدش فيه حرمه. اسمها ست مش حرمه. وبعدين كل واحد حر يقعد في الحته اللي تعجبه ويعمل الحاجه اللي تعجبه. بس فروتس وقتها الجحش. بس يا ست الناس، الرجال احدانا في البلد عينيهم يتدب فيها رصاصه، وما يصحش يعني حد يبص لك بصه كده ولا كده. انت شايف كده؟ ايوه. اوكي زوير. ايوه أمر يا ست الناس. الحساب بتاعي بعد إذنك. حساب إيه يا ست الكل؟ ده أنت أمه الغالي. إزيك يا هدية؟ الحمد لله يا حماتي. هو كبير فين؟ مش موجود. أجيب لك تاكلي ولا تدقزي لب؟ وأنت يا حبيبتي ما تتكلميش على أي حاجة غير الأكل. لا قولي لي يا هدية، هو الستات عندكم في البلد دي كلهم زي كده؟ زيك ده كيف يعني؟ أصل أنا عملت تور في البلد ما شفتش ولا ست. أصل الستات حدانا ما بيتشافوش، بيتسمع عنيهم بس. يعني يمين إنهم كلهم لابسين أسود في أسود كده ومغطين شعرهم. أمال إيه يا حجة، مش ستات؟ لا طبعاً مش ستات، دي ستات. بصي لا دي مغنوتية. المغنوتية دي بنتي، مش ليها نوع؟ دي ست وست زي القمر. قصدك يا حماتي ان انا عفشه؟ لا يا حبيبتي، ده انت حلوه وزي القمر، بس مغطيه على حلاوتك بالحاجات دي كلها. من هون دي كل ده. بصي يا حبيبتي، الست لازم تتحسن انها ست. ان ما تشافتش تتعرف من ريحتها. طب ده انا بحط ماء تواليت. ماء تواليت. يا حبيبتي مراتبني لازم تبقى ستايل واو، لازم تبقى واو. تقدري تقولي لي عملت شعرك اخر مره امتى؟ لا معلش يا حماتي، كله الا شعري، ده انا بسرحه كل يوم، واسبوعي اروح اجيب لبخه من عند العطار، ما تلقيهاش غير عند عطار المزاريطه بس، فيها جاز وزيت زيتون وزبل حمام. زبل حمام؟ يعني ايه زبل حمام؟ يعني فضلات الحمام يا حماتي. اوه ياكي، اوكي جوت ات. يلا سيبي اللي في ايدك ده وتعالي معايا. على فين؟ تعالي. على فين يا حماتي؟ يا
حج عويس ما ينفعش الا يوم الخميس. قبلك ده الدوار كله يكون مقلوب. لا 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 الدنيا مقلوبه عندي وعاوزه تتزبط. دقيقه واحده. Can I help you? ها؟ You are friend Samantha? أمريكا. حج عويس بقول لك ايه؟ لا بكره ايه؟ ما ينفعش بكره. يا عمي ما ينفعش بكره. خلاص بكره بكره. سلام دلوك. بقول لك Do you speak Arabic? I am الكبير the king of Dawes and مزاريطي. Do you want to see ترعة؟ مانجو غطان مانجا فاضية. ما تدري نروح هناك ونزيطه. يا كبير. My wife. بسرعة بسرعة قوام قوام. Your number. Your number and call me back. يا كبير. بسرعة قبل ما ملعوقة تأتي. إيه يا كبير. هذه إيه؟ استري نفسك يا ولي. استري نفسك. استري نفسك يا بات. أنا ماليش صالح، الحجة سمنتة هي اللي عملت فيا كده وقالت لي لازم تبقى حلوة عشان تعجب الكبير. ما أنا متليل معجب بيكي، اتجوزتك ليه هنا؟ اتجوزتك ليه؟ الحاجات اللي هتحقطها علينا مريكة شاطئ العراء وتاتوهات وحاجات من دي. يا بنت أنت كيف البقرة دارينك بصريمة؟ ما فيش مخ. خذي من ثقافتهم اللي يناسب ثقافتك كفتاة عربية. في فتاة عربية تقعد بقميص نوم في الدوار؟ ما فيش حد هنا يا كبير، كلهم برا. بركيه. ما هي الحجة سمنطة الله يكرمها خذتهم كلهم عشان يروق لنا الجو أنا وأنت. يعني الدوار فاضي خالص؟ أيوة يا كبير. خالص مالص ها؟ خالص مالص. زين الواحد كده يقدر يتابع سبيس تون برواقه. واه مساعد الفلاني بتاع يا كبير. يا جماعة يا جماعة ود 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 فيه إيه؟ كلنا نتكلم في نفس واحد ما نسمعوش بعضينا. شوف يا كبير. أمر يا حج عويس. خلاصة الموضوع. أنت عندك ضيوف ولا إيه؟ هاي أنا اسمي سامانثا، أنت اسمك إيه؟ طب أنت؟ وأنت؟ أوه إيه شنب الجميل. أوه إيه كوكي هما مش بيتكلموا ليه؟ ها إيه الأخبارات؟ What's up? Anyway, بص أنا لازم أطلع فوق عشان أعمل الشنط بتاعتي عشان أنا همشي. باي. ضيفة عندينا، ضيفة سجوني، العمدة جديد أخوي. جت من أمريكا ونظام هاي وباي والحاجات دي. هذه آخرة الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. والله اليومين اللي انت قضيتيهم معانا يا ست سمنتة فاتوا هوا، يا ريت تعاودي تاني. ثانك يو جابر، ثانك يو سو ماتش. حقيقي انا انبسطت في اليومين دول قوي، بس انا مش عارفه هرجع مصر تاني امتى. طب انا هتدلى عشان اطلع شنط حضرتك من اوضه الكبير قوي. عن اذن حضرتك يا ست سمنتة. سام انت لسه فاضلك يومين على ميعاد الطياره من شارم. في اليومين دول انا هعمل تور في شارم. أنا عمري ما شفتها وبيقولوا عليها حلوة قوي. مع السلامة يا حماد. هدية أنا قصدك في حاجة كده. إيه يا حبيبتي؟ أمانة ما تزعلي من الكبير، هو قلبه طيب وبيحبك قوي بس هو ما يرضاش يقول. أنا عارفة I know. أنا ما إيه اللي لبسك كده تاني؟ ما حوقش معاه وحلف عليا لو شافني لابسة كده تاني هيطلقني. غبي. Anyway أنا هبقى معاكي على النت على طول وهقولك تتصرفي معاه إزاي. ماشي. هتوحشينا يا سام. وانتو كمان هتوحشوني حبايبي. جوني. ماما لحظات الوداع دي بتبهدلني. طول عمرك سنسيتيف وايموشنال يا ما بيبي. I love you ماما. I love you too. Take care. سام. نزل ايدك يا حيوان، انت هتصاحبني ولا ايه؟ وبقولك ايه؟ اياك تمد ايدك على الشوكليتس اللي انا جايباها لجوني. انت فاهم؟ مع السلامة يا حماتي، ربنا يستر طريقك. باي باي اول. باي باي. وي لاف يو. اي لاف يو تو. واحنا مش هندفع اكتر من كده ولا ايه يا رجاله؟ صح يا عم. يعني خلاصه الموضوع يا كبير
ان احنا دلوقتي كوكي تعالى سلم عليا علشان انا ماشيه خلاص. قوم سلم عليا. مع السلامة يا حاجة، مع السلامة. ايه ده، مفيش حضن لمامتك حبيبتك؟ معقولة يا كوكي مامتك مش هتوحشك؟ اوه حبيبي باي باي، هتوحشني خالص خالص خالص. وانت كمان يا حاجة، فأمان الله فأمان الله. See you guys. بينا يا رجالة. حاجة عويس، في ايه يا حاج عويس؟ احنا حنقول لك في ايه؟ انت خابر زين في ايه؟ طب والعقد؟ والغدا؟ عقد ايه؟ سلام عليكم، مين يا رجاله؟ يا حاج عويس والله العظيم. طب يا حاج عويس وانا مالي؟ هو في حد برضك اللي يختار امه؟ طب تصدق وتؤمن بيه؟ قول لا اله الا الله يا شيخ. الست دي اول مره اشوفها بحياتي. طب عشان خاطر انت امك الكبير قوي الله يرحمه، اديني فرصه وانا اشرح لك كل حاجه. ميت ايه؟ بعد بكره على قولتك. ده انت تنور وتانس. سلام عليكم، سلام عليكم. هاي كوكي. مين ده؟ ده جوزي حمادة السياحة، وفلوسي مرتاحة، صاحب شركة طرز في الشرم والغرداء. حليب قلبي. كفاية كده هيجيله برد. هو مش هيجي غير بكده. خلعتني عليك يا كبير. بيبي انت كويس؟ لا ده زي الفل، تلاقيه بس مش واكل ولا حاجة، يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط وبقى فقرة. بقول لك ايه يا بيبي، ما تيجي احنا نريح في اوضتنا، ها؟ ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم. ده مين يا ولد وحشتيه؟ سيب القميص. سيبه، انت بتعمل ايه؟ اهدى يا كبير. اوعي اهدي. انطق ياد، انت مين وعاوز ايه؟ بقول لك سيب القميص. محروق القميص. بقول لك سيبه يا قليل الادب. انت بتتخانق معايا ولا مع القميص؟ هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال فرافير؟ ده انا زعل واجيب ناس تزعل واعملها معاك وبغباوه. ايه يا دي مخبى اللي هتعملها معايا؟ ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه. هيك هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحذفه بطاقته؟ بس انت عايز تتربها من اول وجديد ولا ايه؟ انت بتبص لي كده ليه يا ولد؟ انفخ لمامتك، ما انت مش متربي. واللي مربى ما مرباش. ايه؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ما هو اللي عم بيبخ مي علي وعم يغلط فيه. عموما حسابي معاك بعدين. معلش يا دودي ما تزعلش منه، بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق. والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق، بس عشان خاطرك انت يا روح روحي. ثانك يو يا دودي، ثانك يو سو ماتش. شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش. عموما حسابي معاك بعدين. يلا بينا يا بيبي نريلاكس في اوضتنا شويه. يلا يا بيبي. بيبي بيبي يا بيبي بيبي. ما خلصت يا كبير. ما انت سامع يا توماس يقول لي ايه؟ ريلاكس بالاوضه. ريلاكس فين يا واد انت؟ في اوضتي. لا اسمها اوضتك كبير قوي. سو اسمها اوضتك كبير قوي. الواد الصيص ده ما يحتبهاش واصل على جثتي. اوفر ماي ديد بودي. واي؟ هتقول لي واي؟ هتقول لي واي؟ فكرك الكبير قوي دلوقتي هيكون مزقطت بتربته وانت استحباله عين صيصه زي دي هتدخليه فرشته. سام في دي معاه حق. انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته. فاين؟ فاين. ناركو زي العسل. عاجبك كده يا دي ساجح؟ بصراحه يا كبير انت اللي بدات الخناقه. خناقتي خناقتي يا موكوس، انا عم اكلمك على اللي بتعمل امك. ماله اللي عملته ماما؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ انت قاعد مش راجل يالا. امك راحت تتجوز لي عيل صايع وانت قاعد تقول لي فين المشكله؟ ده انت ضايق قوي. سو وات؟ طالما في لاف وحب سو وات؟ اصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي في ميل؟ يبقى سو وات؟ انا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمه على نافوخك. انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ هي حره. اقول لك ايه؟ ما انت عيل بقصه وابن امك. يلا يا هدي. ابن امك؟
طب ما الطبيعي الواحد يبقى ابن امه، دي المفروض شتيمه يعني؟ لا هو تقريبا يقصد ان سام بتحبك اكتر منه. بس على فكره يا جوني، الولد اللي متجوزاه سام ده شكله بيئه موت. I don't care. طالما الاثنين مبسوطين بيس. اهدى يا كبير وما توديش نفسك في داهيه. اماليني يا هديه. اهم لك تعمل ايه بس؟ اطخ الواد الصيص ده. وهي امك هتسيبك تطخه؟ ده انا اطخ واطخ واطخك انت كمان. اهدى يا كبير وصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. اهدى كيف؟ والحاج عويس جاي هو رجالته بعد بكره. طيب سهوت. هتقولي سهوت؟ يا ولي انا ما صدقت ان الراجل صفي من موضوع امي ده. اقول له ايه تاني؟ اقول له ليه اتهبشت في النفوخه واتجوزت عيل قد ولادها؟ وهو هيعرف منين ان امك اتجوزت اساسا؟ يا نعمل ايه يعني؟ تخفيهم هما التنين في اليوم ده. وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ده برضك في مقام ابوك. ابو يمين يا بنت. باي ذا واي انا مش مطمن للي اسمه حماده ده. ليه يا جماعه؟ ماله حماده؟ حماده شاب عادي جدي. انت هتعمل زي الكبير؟ اوكي بس طريقته غريبه شويه وبعدين تحسه يعني لايك حلنجي. على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه غلط. نو واي. لو وراه حاجه غلط ماما كانت حست. ماما مديتيتور بقالها 20 سنه. اللي بيعملوا مديتيشن دول بيحسوا النيجاتيف فايبس. اه طبعا وهي خبره والاشكال دي عدت عليها كتير. جايز ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اي ثينك انه ضاع. جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا. انت كل شويه هتضيعيه ونلاقيه لك. ايوه يعني ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اشلي انت دورتي عليه كويس؟ يبقى ضاع. اكزاكتلي يا ابن اللعيبه مش ممكن. بريم اخده يا كبير. جبت المنوم. حصل يا كبير زي ما امرت جنابك. رحت للواد عوضين قاعد يغبرت قصر قصر. اعطاني ثلاث انواع. قال لي ده بلم اخده ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قد يمين ثلاث اربع كده. وده لو عاوزهم يغفلوا يوم واحد فقط لا غير. والثالث ده اقوى واحد يا كبير. اقوى نوع اللي هيبلبع منه هو ونصيبه. يمكن يغفل يمكن يموت. لا فارم عليك يا ولد. عاوز ادق منيه يا كبير. انت قلب يا طفس. مخبل ده فاكرها بسبوسه. منوميه يا كبير. ده منوم هنحطوه للي اسمها سمنتي وهالواد الصيص اللي معاها. يا شندلتي منوم ليه؟ الحاج عويس جاي يا بت. لازم نتصرف وتويهم في اي اوضه. طب الهداوه يا كبير لحسن يجرى لهم حاجه. احنا ما ناقصينش مصايب. هو انا جايب المنوم ده من المواني يا حتير؟ انت انا دايما من الزخانه اخوة من وشي. بص يا بيبي انا لفلفت في المنطقه اللي حوالينا ولقيت الحته اللي هنعمل فيها المشروع. هي مش كبيره ومش هتكلفنا كتير. هي هتكون حته الارض اللي حواليها الترع. هنا هنفتح الكوفي شوب وهيبقى فيه مطعم منه. فيه هنا هنفتح جنبيه ملاهي وهيكون فيه مكان مرجيحه اللي هي ولا يا ولا معايا. اخر حاجه وهي ايه؟ الترع. بعد ما نوسع في الترع هنشغلهم بقى على كام جيت سكي، على كام بناني، على كام بدال اللي هنجيبهم. والمشروع ده هيتكلف كام؟ هو قايم نايم كده هيعمل له بتاع 2 مليون جنيه او 400 الف دولار وشويه فكه. شوف العمله اللي هتعرفي تسلكيها وانا هتصرف. بقول لك ايه يا زو كوبايه عصير بس بسرعه. ايه ده؟ تفكر لي خدامي هنا ولا ايه؟ يعني شغال ايه؟ سفراجي، امياجي، عفشاجي. انا شغال مع الكبير. بالنسبه لك بقول لك ايه، انا ما قلتلكش تجيب حاجه عيب. هتجيب العصير يبقى متشكرين، مش هتجيبه يبقى ازحلق كده ووريني جمال خطوطك. يلا اتكل وشوف مصلحتك. يلا تعالى كل يلا. ثانكس هديه. بالهنا والشفا يا حماتي. بقول لك ايه، العصير ده تشربوه بعد الوكل عشان ما ينفعش تاخدوه على بطن فاضيه. اشمعنى يعني؟ ما خبراش والله، الدكاتره دايما بيقول فوتكم بعافيه. دودي بيبي خليتهم يعملوا لك الفطير المشلتت اللي بتحبه. تسلمي يا روح روحي. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تضربي العصير ده الاول عشان تعرفي تسلكي اللقمه. ما بحبش عصير البرتقال ده. برتقال يعني كله غذاء وفيتامين. لا ما انا بعوضه بحاجات تانية. طب اشربي كده وجربيه. يا حماده قلت لك ما بحبوش. ليه يا بيبي كده؟ هتكسفي ايه دي؟ اوكي يلا. جميل جورجوس يجنن. بالهنا والشفا يا روح روحي. وانت مش هتشرب العصير بتاعك؟ بيحرق لي معدتي واعمل له حموضه. طب وخلتني اشربه ليه؟ عشان عايزك تتغذي وتبقي كويسه.
عشان خاطري بقى صغنون. والله لما تتشقلبي ما هاخدش رفطه واحده. وبقول لك ايه يا بيبي، ما تتكش عليا قوي كده وحط ابوكي. راح فين بس؟ فزاع نعم. ما شفتش المحمول بتاعي؟ قصدك الموبايل؟ ايوه الموبايل. ما شفتش الموبايل بتاعي؟ لا ما شفتهش. فكرك لما اشوفه هرجعهولك هتسهلك في الجل. واحد فين البندقية؟ يا حجة، حجة سمنتي، ماما يا مرحب يا مرحب. الدنيا كلها تنورت. الغدا يا بيت؟ لا غدا ولا عشي، احنا جايين نخلصوا في البيعة ونتوكلوا على الله. يمين بالله ما تاتي، ده احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان. معلش يا كبير، اصل احنا مصالح كتير، وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمضي العقود ونسلمك النقدية. طب حتى نشرب الشاي؟ الشاي يا بيت. شوف يا كبير، احنا عارفين انك طالب في المتر 400 جنيه، واحنا جايين النهارده وطمعانين في كرمك، وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وهتعمل لنا خاطر. بوه خاطر واحد بس؟ ده مليون خاطر وخاطر، ده انت على راسنا من فوق. السلام عليكم. السلام عليكم. باش مهندس حمادة. حمادة السياحة، وعشت مرتاحة، صاحب شركة طرز في الشرم والغردقة، وأي حد رجال عنده أي مصلحة كده ولا كده ها ينزل ويسأل على حمادة السياحة، هم هيظبطوه أحلى تظبيط. من ضيوف جوني برضك، أنا من ياس صالح بيه. Good morning. هاي جايز، انا سامانتا، مش فاكريني؟ عاملين ايه؟ نسيت، انتوا ما بتتكلموش. كوكي دارلينج، اخبار الشرب الجميل ايه يا كيوتي يا كيوتي يا كيوتي؟ ايه ده؟ ايه الشنب الرهيب ده؟ ناحية ايفازي وناحية سري. أول مرة أشوف شنب أكبر من صاحبه. لو مش عاجبك مقاسه ممكن ترجعه وتجيبه أقل نمرتين. ممكن أقيسه؟ بعد يدك يا ست أنت. إيه يا حاجة وين؟ إيه يا جدع أنت؟ أنت هتمد إيدك على حريمي ولا إيه؟ السادة شكلها هتيجي فيك أنت. بيقول إيه الكلب ده؟ تقول ايه يا جحش انت؟ لا كده انت جبت اخرك، واللي هيعدي الخط ده انا حفله دماغه نصين، ودي نقول. يرضيك الكلام ده يا كبير؟ ما برضك يا حاج عويس في فرق ثقافات يعني والحاجات دي. بقى كده؟ بينا رجاله، وما فيش سلام عليكم كمان. يا حاج عويس، يا سلام لله يا راجل. كنت اقول لك يا حاج عويس، والله العظيم ثلاثه، الواد الصيص ده يبقى جوزه. دمي يا حج عويس، أمي أطخها يعني؟ يا حج عويس، ده ربنا وصانا بالوالدين إحسان. حج عويس، حج عويس، راحت البيعة، راحت البيعة، وحنتفضحوا في البلد فضيحة بجلاجل. الحج عويس ده ما يتبلش في خشم الفول، عارف الفول؟ أنت عبد إيه؟ عمل كلمك. الموبايل يا كبير، الموبايل ما لقيهوش. ضيعت الموبايل ابو 2000 جنيه يا بهيمه. لا ما ضاعش، ده مش اول موبايل يخفى من الدوار. موبايل توماس وموبايل اشلي كمان ما لقينهمش. باه يبقى في حرامي في الدوار. شكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك. محاميل، محاميل يا صيص، البيه جوزك طلع حرامي ورد سجون، ومسموش حماده من اساسه. انطق ياد، اسمك الحقيقي ايه؟
هتنطق ولا اطلق عليك فزاح؟ حقول حقول والمصحف لليل على كل حاجة. بصي بقى يا بيبي. بيبي دي لو نطقتها تاني هتففك اسنانك. بص يا حاجة أم الراجل المحترم ده هو أنا أصلا ما اسميش حمادة سياحة، ده منظر حمادة سياحة، أنا اسمي رضا البشبيشي. إيه؟ ما مصدقاش؟ طلع البطاقة هاي. البطاقة؟ طلع أمي معايا، طلع أمي معايا ما أنا حطيتها لك. أيوة صح 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 صح. إيه يا تير أنت؟ مش إداك البطاقة وديتها لي؟ مين تير؟ ما كنا نضرب فيه. معلش يا شباب، معلش، عندي أنا دي. معلش امسحها فيه. خد اقرا دي. من فضلك يا هدية خدي اقري لي عشان انا مش بعرف اقرا عربي. حاضر يا حماتي. الاسم رضا السيد احمد البشبيشي، العنوان 4 بلوكات ناصر دمياط، الوظيفة فني تبريد وتكييف، ذكر، اعزب، رقم البطاقة. فيه يا بت فيه، ناقص تقولي لي الفنينة بتاعتها ميديم ولا لارج، انزله يسافر. ولسه البيع طلع عمل قلق كبير قوي قوي في دمياط، وهناك مدين لي نكنيم رضا المشت. ما تكمل ياد ليها تاريخك الاخضر يا كمل. كمل. انا اصلا مسجل نصب والحكومه بتجري ورايا في كل حته، فهربت على شرم عشان القط رزق فيها. يعني ايه تلقط رزق؟ يعني شوف اي واحده كده خواجايه ولا كبيره زيك اتجوزها واطلع بالمصلحه وبعد كده ابقى اخلع. غشاش غشاش غشاش. عنك انت يا ست الكل. غشاش غشاش غشاش. ثانك يو فزاع. امن جنابك. فزاع. امن جناب. اطلع بالواد الغشاش دي الاشرف وقول له كبير عايسلم عليك ويقول لك دو يور بيست. كده اوفر يا كبير. جزره وقطمها جحش. مع السلامه يا حجه، هنتوحشوك والله. يمين بالله الولايه المتحده هتنور والمزاريطه هتظلم يا ست الكل. الف سلامه. أوه فزاعة، thank you thank you thank you for everything thank you so much. والنبي لا تكرريها تاني يا حماتي. حاضر يا حبيبتي. هو الكبير فين؟ الكبير خرج من الصبح. وانت مالك انت يا حيوان؟ انا بسألها هي. على فكرة انا ما بكلمكيش، انا بكلم جوني. بس يا ما انت مالك انت يا حيوان؟ مش ممكن بتحشر في الملوش فيه. عموما انا كنت عارفة ان هو مش حابب وجودي هنا. من فضلك سلميلي عليه هدية او من عناية يا حماتي. يلا يلا تأخرنا. استنى. مع السلامة يا حماتي. أنا توحشوكي والله. So cute. So much. Take care. مع السلامة يا حماتي. سلامة. باي سام. في حفظ الله. باي. طريق السلامة. يعني ما تسلميش علي يعني؟ يا قلب ماما يا كوكي، كنت فاكرك مش هتسلم علي. ما كيف يعني؟ انا كنت في السوق بجيب لك هديه. بجد؟ زينه؟ زينه وحشمه، وممكن تلبسيها في امريكا كمان. طبعاً هلبسها يا كوكي طبعاً. بص عايزة أوصيك، خد بالك من أخوك جوني وما تتخانقوش مع بعض وإلا ها هرجع لكم. ما تخافيش، ما نلعبش مع غرب ونشرب اللبن بليل قبل ما ننام. طيب خلاص خلاص خلاص، مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا ماما.